الخامس من شعبان المعظم، ولادة الإمام السجاد عليه السلام سنة 38 من الهجرة. في أيام خلافة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، بعث إليه واليه على المشرق حريث بن جابر الحنفي بابنتي يزدجرد آخر ملوك الفرس، فزوج الإمام علي شهزنان من ابنه الإمام الحسين عليه السلام، فولدت السيدة شهزنان في الخامس من شعبان سنة 38 من الهجرة ابنا مباركا، ذلك هو علي بن الحسين عليهما السلام، الملقب بالسجاد وزين العابدين لشدة سجوده وكثرة عبادته وتضرعه إلى الله تعالى. والإمام علي بن الحسين الملقب بالسجاد عليه السلام هو الإمام الرابع من الأئمة الاثني عشر الذين نص رسول الله صلى الله عليه وآله على إمامتهم، وقد صرح كبار رجالات المسلمين بعظمة الإمام السجاد عليه السلام وأشادوا بذكره. فعن سعيد بن المسيب قال حين سئل عن الإمام علي عليه السلام: هذا سيد العابدين. وقال ابن حجر في صواعقه المحرقة: زين العابدين، هو الذي خلف أباه علما وزهدا وعبادة. وقال سفيان بن عيينة: ما رأيت هاشميا أفضل من علي بن الحسين ولا أفقه منه. وكان الإمام السجاد عليه السلام قد حضر مأساة كربلاء، ولكن الحكمة الإلهية اقتضت بقاءه حيا ونجته من القتل الذي حل برجالات أهل البيت عليهم السلام، ليقود المسيرة الإسلامية حتى استشهاده في 25 من المحرم سنة 95 للهجرة على رواية، وله من العمر 57 سنة.